روحي يا جنبي. روحي بعد جنبي. بس وظف ايه يا حنفي؟ في ايه الراجل لسه عاشك فقوله علينا؟ عايش ايه يا عم؟ وين لما دي يا حنفي؟ هو فرح ده مريض عايز يرتاح. يلا يا حبيبي انت بالسلام. العزاء يا الاربعاء يا الخميس حسب ما ربنا ياخده. يلا يلا يا ابويا يلا. اسمع صوتها تعرف ها؟ ايه يا عم انت بتصحى؟ نزل يا عم انت صحي لما انت جيت. ممكن اقول كلمه؟ اتفضل. دكتور بره قال لي ابوك ما فيهوش حاجه. اه موهوم. هو موهوم ايه بس؟ والله موهوم. موهوم ليه مزحتني اخر بعد ده؟ امسك معايا والله يابا انت ما فيك حاجه. حاسس بايه؟ طب بالليل اخر ايامي يا يابا. ما تقولش كده، ان شاء الله عمرك طويل. شايف اللي بيقول لك هيموت ده؟ اه والله انا من يومين شايف له حلم من حلاوته ما رضيتش اقول لحد والله. الله يقول ما قلتوش لحد ليه؟ قمت متبشر على ابويا ونسيت وقلبي برد عليه والله. يا عم بشرنا احنا كده. ابو العادي يعني؟ العادي يعني. تعالى يابا تعرف الاحلام؟ فرحنا. افرحك افرحك. بص يابا انا نمت وعقلي مشغول كالعاده بيه، ماليش غيره يا حنفي. اه طبعا الله يخليهولك. شويه واشوف لك خير والصلاه على النبي يا سكينه. عليه الصلاه والسلام. السما دي صافيه 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 وانا مرتاح، خدت بالك؟ يعني حاجه مريحه وعقلي شغال في ابويا. قلت نفسي اشوفه، لقيته جاي من وسط النور ده، وش ده منور حلو حلاوه بدر الانسه ده، مش هو ده؟ لا 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 لا، التاني حاجه عجيبه. وفجاه ريحه حلوه ضربت في المكان، مسك عنبر. مش ده خير؟ ده خير قوي. مش كده ربنا بيبشرني على ده؟ حلوه قوي فارس قوي. شويتين والحاله اتشقلب، مش عارف ليه يا حنفي بقى في سواده وكآب كآب وانا خايف. فكرت في ابويا، قلت اشوفه. لقيته جاي من بعيد والله، قرد مسلسل وحش وحش، ولابس راكب كلب اسود صغير كده، وعمالين يجروا امه والنعم. وشويه وريحه وحشه ضربت في المكان، عفانه عفانه. صدق بالله قمت من النوم، خدت دش من القرف ورجعت كملت تاني. طب ليه؟ هتخانق. وقعدت اصرخ اقول ده ابويا ابويا، والاقي لك الهديه نازله علينا. ايه بقى الهديه دي؟ نزل علينا غراب اسود سواد وانا ما شفتوش يا حنفي، ومكتوب عليه موت مؤكد. وقف في الحته دي. وشويه ونزلت قومه زرقاء زراق اسود، ومكتوب عليها موت مؤكد لو ما ماتش من الغراب، يعني تاكيد الوفاه. فهمني؟ وشويه وجي كلب اسود بنياب، قال هو فين اللي ملخبطكم ده؟ راح واخده وطاير بيه. والله طار. قلت ابويا خف خلاص. مش لما يطير يبقى خف؟ لا حلو قوي. الحمد لله الحمد لله. يابا دي كلها وساوس واحد الله. لا لا اهم لا. حاجه انت تنام كويس وممنوع الزيارات عشان الرغايين كتير. الرغايين كتير قوي. يلا يا جنبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كواشة. مين اللي قال لها تيجي هنا؟ حبيبتك. حبيبة مين؟ دلوقتي بقيت زي الجنة ها؟ حبيبي. فين؟ عليا فين؟ كواشة. تعالى فرفر هنا. كواشة. ايوه اترمي هنا. طيب. كواشة. عيب يا حنفي ده زي ابوك. اه زي ابويا صح. نعم هنا. ازيك يا بنت ياسمينة؟ اهلا يا كواشة. يا ماسورة المريندة اللي فرجعت في الدار دي يا حنفي. جدنا نيلة في حظنا الهبال. دي ازازة غلبانة دي الماسورة الأم يا أهبل. اوقف جنبه ما يرغيش. طبعا. وانت يا وليه نزل يدك واقف عدل، مش واقفه في الغيط عنديكم. كلمه ونص، سلامتك ودغوري في داهيه، وان ما حبستك انت وجوزك امشي. امشي خلصيني ابويا عايز ينام. يلا بت. بعد الشر عليك يا عم. ما تنامي جنب احسن يا اموره. انت مالك؟ انت مالك؟ انا مالي؟ ايوه انت مالك انت مالك. ماشي يابا. انت غيران. ايوه. غيران يا حنفي. هيغير منك ليه؟ هو دفعتك. سيبه يا حنفي انا فاهمه انا فاهم. جدي الله يرحمه كان بيعمل كده. انا عارف انا عارف انا عارف. يلا يلا بادب بدل ما احشي رقبتك يا بارده كلمه. يلا تجدهي. الف سلام عليك. طلعي بره بره يا بنت بقى. انا على جدي حتى وانت بتموت مش مفهوم. اوعى تكون الوصيه تودينا في داهيه يابا. انا من عارف انت بتعرف عارف انا ده ماشي. نعم انت مش سلمت يا اختي؟ اه يلا بغوره ما تجيش عندنا تاني. مش حاجه عندكم فين؟ يا بنت تعالى تعالى بقى. عايزه منها خليها تدعك لي الصدر. نعم ورا يا احنا وافقنا. مين يا اخوي؟ كواش. لا بنت اخوك موجود ها؟ لا يا اخو خش ما تشوف عمها. لا انا مش كواش. طب غزنا حنفي. معلش يا ست كواسة راجل كبير زي ابوك. انت لسه مهزق. وهزقك بعد ما يموت. يلا خلصين بقى كده. يلا فين المرهم؟ ليه المرهم؟ المرهم خد يا اخويا المرهم. يا اخي ما عندكش دم انت. ليه يابا؟ تدعك لي صدري وسط الناس. اما تدعكوا لك في وسط البلد يا راجل. عيب. مشي من الدنيا. عيب الكلام والله. والبنت دي امشي فوق. يلا يلا ابو النبي يا فارس اتفرج على عمي هو بيموت. ابقى خد الشريط اتفرج مع اصحابك. يلا غوري بدايه امشي. يلا ده انا هموتك. حاضر يا ابو عيب. قبل ما اموت. لا يا اخويا مش هتموت قبل ما اموت. ماشي عشان خاطر عيونك بس انت والله يا عمي. ايوه
كده يا بوي. طب كده يا بوي ابيض يا حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك ولدك. يودي ماشي. انت مش رقصت يا وليه؟ اه قولي من هنا ولعت الضاري. هاخد من هنا. انت بتبيع بطيخ. مالك مالك عايز ايه مني؟ عايز ايه تاني؟ خليها ترقص لي يا مسكي. لا كده كتير يا ابو. قبل ما اموت. لا موت يا ابو عادي. والله عادي هتفضحنا. معلش يا ست كواسه وزي ابوك. طلباتكم كترت جدا. يعني انت مهندسه كمبيوتر ما انت رقاصه. اللي بتقول ايه؟ ايه اللي عملتيه ده؟ تعالي هنا والرقص بشروط. الشرط نور. الرقص يبقى من هنا لهنا. ده ازاي؟ هو كده بقيت اللنش شلل تام. الجثه كلها شلل. بس انا ما عنديش شلل تام. اديلك يا اختي بدل ما ابويا يروح فيها. فاهمه؟ فاهمه. من الصباع للكوع. للكوع للكوع. عايز حاجه تاني؟ ايه؟ ايه؟ نجر لي هالطلب. اجيب لك سبعه بيره وتخرب الدنيا بالمره. ايوه يا اللي انت عليا تزودتها. مين انقلب قبل ما اموت؟ يلا خلصينا. يلا متشكرين. يلا في داهيه امشي. ادري تعالى بعد. ما هو الشين انت عايز ايه تاني؟ ما راقصت. بتكون مين انت؟ بتكون مين انت؟ خميتك في ايه انا؟ ايه بتكون مين انت؟ عايز ايه تاني؟ عاوز الرعشه. الايه؟ الرعشه. مامي كانت بترعشني. بترعش من الحمى. الله يرحمها. الله يرحمها. هي امك كانت مريضه. والله العظيم لو قلت كلمه ولا قمت هتموت. ماشي؟ يلا 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 بنت خلصين. يلا يا مسح. اسمعنا عليكي شيء. اسمعنا عليكي. ما تغنيش انت مالك. ما تغنيش انت مالك. رايح فين؟ اسم الله اسم الله. يابا هتموت. يا موت يا با. يا بابا 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 يا با يا با يا لهوي. انا جاي لك من الصباع للكوع. نزلت بالاكواع كلها فرفره. انا جاي لك ما يستحملش خمس صوابع. ده انا عارفه عمي حنفي. ايوه ابويا مالي حنف. ابو مش حنف. ابو مش حنف. الولية دي السبب يا حنفي. هو اللي قال لي ارقصيله. حسبي الله ونعم الوكيل في وسطك. يا ابني ما تدعيش على النعمه. هو عمره خلص. انت جاهل. معلش تعالي. سوري معلش. هنعمل فيه ايه ده؟ مش عارف. ده انا لا اعرفه تراب ولا اهل ولا. يا جماعه نشوف يمكن في جيب في جيبه بطاقه ولا حاجه. هو بايه؟ مين اللي خبط وجري؟ مين ده؟ انا انا شفت الرعشة. انا شفت الرمية. الحمد لله. يلا نام يا عم. هو بيحب ايه ده؟ هو بيحب الرعب. ايه ده ايه ده؟ قول حلو 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 ده شاف عفريت هندي شكله. اهم اهميه لعب انت يا عم. ما تلعبناش. مين اللي قدامك؟ ابراهيم معوض. خلصنا بقى. يلا يلا عشان عمتي جايه تحميه. عاوز اتكلم معاك كلمتين على انفراد. وانفراد ليه يا عم؟ في حد غريب. كلتنا عيال ودول مش اغراف. ده حوده وده حسن وده حسن وده حود. عاوز اتكلم كلمتين عن الكنز يا ولد. كنز؟ يلا يا رزق ما تجيش عندنا ثاني. امشي في الباب بقول لك عندنا كنز. يلا خد المرنده حطها في الثلاجه. يلا يا زرع عيد ده. أبا أنت عندك كنز صحي ولا تخاريف وفاة؟ مش هقول لك عليه قبل ما أفرح بيك الأول. لا قول لي عليه قبل ما تروح. أنت بوس يدك في الفلوس. تتدوز. بعدين بس هات الفلوس. تتدوز. يا عمي. دقيقة واحدة يا غزلان. أبويا بالسحمة. يا داي. دي اللي عليها العين؟ طب تعال يا زوزو. سلامتك يا عمي. ألف سلامة. إن شاء الله اللي يكرهك ألف بعد الشر عليك. إيه ده؟ كنت بترعي غنم ولا جاية منين داهية أنت؟ لعلك جاي ترجعي وتمشي من عندنا. وقفي. ايه؟ كنت فين اللي قاعد يدور عليك؟ المولد. المولد. ومين كان معاك في المولد؟ لا كنت واحد. ماشي اسمع الاخبار الحلوه. قول. اول خبر ايه؟ ابويا بيقول عندنا كنز. كنز فلوس؟ لا جوافه. ركزي ركزي. وهيتجوزنا. جوز جوز. ايوه في الفلوس. اتجوز. خلاص العروسه واقفه. اتجوز يعني هنخلف قدامك ما تخلصنا بقى.
فين؟ موجود في الصندوق ده. الصندوق القديم؟ افتح يا زوزو، افتح وريني. الصندوق فاضي يابا، سرقنا. دور زين يا واد. ادور زين ايه؟ مفيش الا البتاع المعفن ده. اهو ده؟ ده اللي هصرف بيه على عيالي؟ ده السيف؟ ايه يعني السيف؟ بتاع جدك اللي ولا ادالي 17، ادالي 18، اداهولي يا عم. انا عايز فلوس، انا مالي ومالكم. هو ده ولدي اللي هرجع لك الارض، والارض تجيب لك فلوس. لسه مصدق ان حدانا ارض؟ عندنا ارض صحه يا فارس. راحت فين؟ مشيت؟ خدها راجل واعر، قلت لكم 1000 مره، اسمه الدعموس. مين الدعموس ده؟